كي نشرب بالك. بالماء نعم قد ما نشرب بالماء لا كونتيتي تاعو تكون توافق الكتله تاع الجسم تاعي، مهم. يعني حوالي لتر ونص الى 2 لتر في اليوم، ممكن الى 2.5 لتر كمان اللي يقدر يزيدها باغ جوغ. واش يصرى؟ راح نساعد الجهاز اللمفاوي تاعي انه الزياده والمشاكل اللي تكون في لو كور تاعي تخلص غابيدمون، او ميم طون تكون كاينه اون بون هيدغاتاسيون لي سيلول تاعي، يقدر يتخلص منها الجسم. قلت لك ما يطرحش السكريات، السكريات تخزن، وي يا ريت لو يطرحها. ما كانش عندنا المشكل تاع السمنه، بالعكس هو يروح يخزنها يساويها عباره عن شحوم. دونك كي نشرب بالماء راح نساعد الجهاز اللمفاوي تاعي انه ما ينضرش، باش نخفف الضرر تاع السكر اللي راهو موجود. نعم.